أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العلي العظيم. تحدثنا قبل فترة بعض الشيء عن العرش، هذا المخلوق العظيم الذي من قرأ وصفه في الروايات الشريفة يذعن بأن كل كلمات العظمة بالنسبة إلى هذا المخلوق صغيرة. الكرسي الذي هو يتضمن كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العرش كما في الحديث الشريف كحلقة في فلات. عرش الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هناك كلام طويل، العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار يذكر 6 احتمالات بالنسبة إلى العرش. أيا كان، هذا المخلوق لا شك أنه له بعد مادي، ليس شيئا معنويا محضا، وله بعد عظيم معنوي، ليس شيئا ماديا محضا. مهما كان فهو شيء جدا جدا عظيم في البعدين المادي والمعنوي. هذا المخلوق الضخم الضخم العظيم العظيم، من يتمكن أن يحمله؟ في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أذكر لكم مضمون هذا الحديث الشريف، حديث مفصل. أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش خلق له 360
1000 عمود. لعله أطراف العرش. وخلق عند كل ركن من هذه الأركان من هذه الأعمدة 360,000 ملك. 360 في 360 كم ملك؟ 130 مليار ملك. عرش عجيب. هذا العدد الكبير 130 مليار تقريبا، هذا عددهم. أما قدراتهم، هياكلهم، هذه الملائكة ليست ملائكة عادية، ملائكة خاصة. هذه الملائكة في نفس هذا الحديث، لو أذن الله، مضمون، أنا لا أنقل لكم النص، مضمون الكلام، لو أذن الله تعالى لأصغرهم، ملائكة طبعا أجساد مختلفة، بعضها كبيرة بعضها أصغر، أصغر هذه الملائكة، لو أذن الله تعالى له أن يبتلع السماوات السبع لكانت في فمه كالرمل في فلات. تصوروا الضخامة العجيبة العجيبة، هياكل بهذه الضخامة؟ حقا لو أراد الإنسان أن يتصور يذهل. الله عز وجل وقدراته التي لا ليست لها نهاية، وهذا عرشه لا يتمكن كل ملك أن يحمله. هل هياكل الضخمة؟ والعدد 103 تقريبا 130 مليار. ثم أمرهم أن يحملوا عرشه، أرادوا أن يحملوا العرش ما تمكنوا، ولم يتمكنوا أن يحركوه. الله سبحانه وتعالى أضاف مثلهم عليهم 130 مليار تقريبا، 130 مليار آخر أيضا أضاف عليهم. صار عند كل عمود كل ركن 720,000، عدد الأركان 360,000. يعني ماذا؟ يعني ما يقارب من 260 مليار ملك. أمرهم أن يحملوا العرش، أرادوا أن يحملوه ما تمكنوا، ولا تمكنوا أن يحركوه. الله سبحانه وتعالى أضاف عليهم 10 أضعافهم 260 مليار، أضاف عليهم 2600 مليار تقريبا. يعني صار العدد 2860 تقريبا، 860 مليار ملك بهذه الأحجام. أرادوا أن يحملوا العرش ما تمكنوا. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ بمقدار كل واحد منهم خلق بمقدار كلهم. يعني اضرب 2860 مليار في 2860 مليار، تقريبا طبعا أكثر من هذا العدد. اكتب رقم 8 أمام رقم 8، اجعل 24 صفرا، طبعا عدد شوية أكثر من هذا. هذا عددهم صار.
أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرفعوه، ما تمكنوا أن يرفعوه ولا تمكنوا أن يزعزعوه، حتى ما تمكنوا أن يحركوه. الله سبحانه وتعالى قال لهم تنحوا، أنا أمسكه بقدرتي، تنحوا، الله أمسكه بقدرته. ثم اختار من بينهم، من بين هذا العدد الكبير، اختار 8 فقط، ما جاء بملائكة من أماكن ثانية بقدرات أخرى، لا، نفس من نفس هؤلاء، اختار 8، قال لهم احملوا على العرش. قالوا إلهنا ربنا، مع هذا الجمع الغفير ما تمكنا أن نحركه. هؤلاء 8 كانوا ومعهم ملايين ومليارات المليارات. الآن نحن نتمكن أن نرفع هذا العرش؟ فقال الله سبحانه وتعالى إني أنا الله المقرب للبعيد المذلل للعنيد المخفف للشديد المسهل للعسير، أعلمكم كلمات تقولونها يخفف بها عليكم. أنتوا 8 قولوا كلمات تتمكنون أن تحملوا العرش. فقالوا ما هذه الكلمات؟ قال عز وجل تقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. فقالوا هذه الكلمات ورفعوه، فكان عليهم خفيفا. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث الشريف كشعرة نبتت على كاهل رجل جلد قوي. النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام لأصحابه، مجموعة من أصحابه، أصحابه ما فهموا المقصود. النبي يتكلم شيء، هم ذهبوا إلى الهامش، صاروا يتحدثون عن عظمة هذه الملائكة، عظمة أجسادها، عن قدراتها، عن عددها. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أنتم أين؟ النبي يريد أن يركز على هذه الكلمة، واضح أصلاً، عجيب، ما التفتوا. النبي رأى أن هؤلاء ما فهموا، قال لهم هذا كلام، طبعاً مقدمة، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام مقدمة لهذه الكلمة ومقدمة لموضوع آخر. قال لهم إن في أمتي، أيضا مضمون كلام النبي صلى الله عليه وآله، إن في أمتي رجل لو كتبت حسناته في صحائف لعجز كل هذه الملائكة، ليس 8 فقط، كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقية الملائكة أن يطوفوا بالعرش ويسبحوه ويهللوه، بقية هذا العدد. إن في أمتي رجل لو كتبت حسناته في صحائف لعجز كل هذا العدد من الملائكة، طبعا بدون هذه الكلمات، يعني بقدراتهم الطبيعية، هذا 8 وأمام 24 صفر، هذه الملائكة الضخام،
لعجزت هذه الملائكة أن ترفع الصحائف حسنات هذا الرجل. من هو هذا الرجل وما هي حسناته؟ الأصحاب سألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ أنا ألخص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ما ذكر اسمه، ذكر عمله، ثم أشار قال هذا الذي يأتي فدخل. أنا ألخص لكم الموضوع، من هو هذا الرجل؟ إنه سعد بن معاذ، من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وما الذي فعل حتى يحصل على هذا العدد من الحسنات؟ طبعا سعد بن معاذ شخصية مرموقة جدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، من الدرجة الأولى يعتبر. ما الذي فعله سعد بن معاذ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف: إنه ذات يوم كان جالسا مع أصحابه سعد بن معاذ، فمر عليه، أنا أيضا أقول ألخص الكلام، وإلا النبي صلى الله عليه وآله هنا أيضا لم يذكر الاسم الشريف، ولكن فيما بعد ذكر. سعد بن معاذ جالس مع أصحابه، فمر عليه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ وأمير المؤمنين كان مغطى الرأس، سعد بن معاذ ما عرف أن هذا أمير المؤمنين. فمر المولى عليه الصلاة والسلام، فلما مر التفت سعد بن معاذ وإذا مشيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هرول قام مسرعا حافيا حاسر الرأس مسرعا إلى أمير المؤمنين، وأخذه وضمه وصار يقبل رأسه ويقبل جبينه ويقبل صدره ويقبل يديه، وقال له: بأبي أنت وأمي يا شقيق رسول الله، أسأل الله أن يسعدني بمحبتكم أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فحسنا النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث الشريف: حسنات هذا الفعل منه وهذا القول منه لو كتب تفصيلها في صحائف لعجزت تلك الملائكة بعددها الكبير بقدراتها الكبيرة أن تحمل هذه الصحائف. فلما رجع سعد بن معاذ إلى أصحابه عاتبوه: أنت بهذا المقام السامي، هو وجهه جماعته، وجه أصحابه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، بطل مقدام وجيه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، له مكان عند النبي، النبي صلى الله عليه وآله سماه سيد الأنصار، شخصية مرموقة، أنت بها، والرجل كبير في السن، أمير المؤمنين صلوات الله عليه آنذاك دون 30، أنت بهذا المقام، بهذه المكانة عند رسول الله تصنع هذا الصنيع مع هذا الشاب؟ فقال لهم: أيها الجاهلون، وهل يثاب في الإسلام إلا بحب محمد وحب هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله نقل هذه الكلمة عن سعد الذي قالها لأصحابه، فيقول صلى الله عليه وآله: الله سبحانه وتعالى أثابه بهذه الكلمة بمقدار ما أثابه بذلك الفعل والكلمة أيضا. ثم النبي صلى الله عليه وآله يؤيد كلمة سعد، يقول: نعم بالفعل كلام سعد صحيح، لو عمر
رجل عمر الدنيا بمئة ألف ضعف ويعطى من المال مال الدنيا بمئة ألف ضعف وكل عمره صائم نهاره قائم ليله وكل أمواله ينفقها في سبيل الله تعالى ولكن يلقى الله سبحانه وتعالى ببغض أهل البيت لأكبه الله على منخره في نار جهنم. سعد بن معاذ هذا الصحابي الجليل، تلك المكانة الراقية العظيمة، هذا الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وآله مشى في جنازة سعد حاسر الرأس حافي القدمين وقال إنه مشى، النبي صلى الله عليه وآله يقول إنه مشى في جنازة سعد 70,000 ملك وفيهم جبرائيل حاسرين حفاة. وصنع النبي صلى الله عليه وآله في تشييعه ما لم يصنع في تشييع أي شخص من أصحابه، وبشره بالجنة وقال له ما قال. سعد ابن معاذ ما الذي كان عنده بلغ هذه المرتبة؟ يلخص سعد وتلخص قيمة سعد عند الله عز وجل في كلمتين. الكلمة الأولى حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة استثنائية. قيمة القيم، هاتان الكلمتان، حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة استثنائية، والوقوف والدفاع عن أهل البيت عن أمير المؤمنين آنذاك صلوات الله وسلامه عليه بصورة استثنائية، بصورة شديدة قوية، لا يعرف لنفسه قيمة أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هناك قضية مفصلة خلاصتها إجمالا. ذات مرة رأى سعد اثنين من المسلمين يتسابان كذا كذا، إلى أن وصل الأمر بينهم إلى القتال بالسيوف. اثنان من المسلمين، أحدهما مؤمن والآخر حسب ما يعرفه سعد منافق. سعد لشيء خاص يذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله، لشيء خاص ما دخل بينهما. طبعا سعد تعلمون كان بطلا شجاعا جدا استثنائيا في شجاعته، ما دخل بينهم، تركهم يتقاتلان لشيء خاص ذكره للنبي صلى الله عليه وآله، فصار يتقاتلان. هذا يريد أن يقتل الطرف الآخر، ذاك يريد أن يقتل هذا، وإذا بمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يمر. فلما رآه سعد صاح بهما انتظروا اتركوا ترحوا حتى يمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وارجعوا إلى قتالكم، هذا أمير المؤمنين يأتي احترموا. أحدهم ذلك المؤمن امتثل ترك القتال وقف احتراما لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآخر المنافق طبعا كان يظهر الإسلام، المنافقون استغل الفرصة، هذا لا يفعل شيئا، فصار يضربه بالسيف على رأسه على صدره على يده على بطنه أدماه.
إلى أن مر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سقط ذلك المؤمن ينازع ساعاته الأخيرة، فرجع سعد غضبان غضبا شديدا إلى النبي صلى الله عليه وآله: مما غضبك؟ لأن ذلك المؤمن ضرب بالسيف؟ لا، غضبه، لاحظوا حبه لأمير المؤمنين وعمله له، غضبه لماذا ذلك المنافق محترم مرور أمير المؤمنين، من هذا كان غضبانا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله غضبان شديد الغضب، فسأله النبي صلى الله عليه وآله قضية طريفة جدا مفصلة طبعا، فقال له القضية: النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يأتوا بذلك المؤمن، طبعا كان ينازع وقد تعلق رأسه بشيء قليل من رقبته، بعض لعله الشرايين كانت موجودة، فجاءوا به، فجعل النبي صلى الله عليه وآله شيئا من ريقه الشريف على جسمه فعاد لصحته الكاملة وعافيته الكاملة. لأنه احترم مقام أمير المؤمنين، احترم مرور أمير المؤمنين. غضب سعد لا يطفأ من ذلك المنافق، طبعا لا يتمكن أن يصنع به شيئا، النبي صلى الله عليه وآله بشره أنه ستفعل به ما تفعل. ثم ذاك انحرف، رجع، ارتد، رجع إلى اليهودية، وصار قتال وقتله سعد شر قتله ذلك المنافق. قيمة سعد هاتان الكلمتان، حبه الاستثنائي فقط الحب القلبي، لا، عمله الاستثنائي، قضاياه في هذا المجال كثيرة. أقرأ لكم رواية شريفة واحدة فقط، هذه الرواية الشريفة تكشف بعدا من أبعاد عمله في الدفاع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. سعد توفي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فجاء النبي صلى الله عليه وآله صنع ما صنع وقال له، خاطبه، قال له: يرحمك الله يا سعد، فلقد كنت شجا في حلوق الكافرين. شجا هذا العظم الذي يتعرض في حلق الإنسان. لو بقيت، هذا شاهدي، لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام. تعلمون أنتم مؤمنون وتعلمون ما المقصود، عجل يراد أن ينصب. لو كان سعد لما تمكنوا أن ينصبوا العجل. هذه الكلمة، هذا المعنى وارد بالنسبة إلى حمزة وجعفر عليهما السلام، أنهما لو كان ما تمكن فلان أن يصنع ما صنع. لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام كعجل قوم موسى. قالوا: يا رسول الله، أو عجل يراد أن يتخذ في مدينتك هذه؟ قال صلى الله عليه وآله: بلى، والله يراد، ولو كان سعد فيهم حيا لما استمر تدبيرهم. ثم النبي صلى الله عليه وآله بشر بأن تدبير هؤلاء، بأن عمل هؤلاء سيذهب، والله عز وجل يرجع الأمور إلى مجاريها. ثم قال عليه صلى الله عليه وآله: ويستمرون ببعض تدبيرهم ثم الله تعالى يبطله. قالوا: أخبرنا كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله: دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبره. خلاص ترك الموضوع. سعد هذا، القيمة الحقيقية هاتان الكلمتان، حب أمير المؤمنين والوقوف لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ملاحظتان سريعتان في هذا الحديث المفصل الذي ذكرناه في بداية الأمر. الملاحظة الأولى: هؤلاء الملائكة الثمانية قالوا كلمات، صنعوا هذا الصنيع، رفعوا العرش بهذه السهولة،
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. نحن أيضا نصلي على رسول الله وأهل البيت، لماذا لا نتمكن أن نفعل شيئا بهذه الصلوات؟ طبعا الصلوات لها بركاتها لا شك. الجواب على ذلك، أولا المعرفة، درجة المعرفة مهمة مهمة، لا أهم شيء أصلا درجة المعرفة. لتكن لك درجة معرفة عالية بأهل البيت تتمكن أن تصنع المعاجز بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيء الثاني الانقطاع، الانقطاع الحقيقي، الانقطاع أيضا درجة من درجات الفهم، من درجات المعرفة أيضا. الملاحظة الثانية، هذه الكلمة التي قرأتها لكم بالنص من الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي، هذا واقع الأمر. الأمور السهلة والصعبة عندنا سهلة وصعبة، بإرادة الله سبحانه وتعالى كل شيء لا شيء أصلا. السهل يصبح صعبا، الصعب يصبح سهلا. إخواني الله شيء صعب يخرج الإنسان من طاعة الله عز وجل خطأ، هذا الصعب علي صعب، الله عز وجل يتمكن أن ييسره أن يسهله. كثيرا ما في الأمور السهلة البعض يخرج من الطاعة، شيء سهل ليس مهما. هو هذا السهل، هذا السهل من الذي جعله سهلا؟ غير الله عز وجل، والطريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا التنفس أسهل من التنفس؟ الحمد لله، النفس يصعد وينزل يخرج ويدخل بهذه السهولة. الله عز وجل إذا أراد أن يصعب التنفس خلاص ينقطع النفس، حاول خلاص بدون فائدة. هذا التنفس السهل من الذي جعله سهلا؟ الله عز وجل جعله سهلا. الصعب أيضا الله عز وجل جعله صعبا. الله، هذا درس. هذا العدد الكبير الله أبدله بثمانية بإرادة الله سبحانه وتعالى، بكلمات علمها الله سبحانه وتعالى لهم، صار سهلا، صار خفيفا حسب تعبير النبي، كشعرة على كاهل رجل جلد قوي، يعني لا شيء. هذا العرش، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والطريق الوحيد، لا من الطرق، الطريق الوحيد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا يكون الإنسان ينحرف بسبب الصعوبة، أو ينحرف بسبب أن شيئا سهلا، أن شيئا سهلا، يتصور الإنسان أنه ليس من الله عز وجل، من الله، هذا السهل من الله عز وجل. البعض يسرف في الأمور القليلة، شيء قليل، إسراف أم لا؟ يبذر في الأمور الرخيصة، رخيص أم لا؟ هذا تبذير أم لا؟ إذا لم يكن تبذيرا لا بأس، لم يكن إسرافا لا بأس، إسراف تبذير لأنه شيء قليل، القليل والكثير عندك قليل وكثير عند الله لا فرق. في الأمور السهلة لا ننحرف، لا نخرج من الجادة، في الأمور الصعبة لا نخرج من الجادة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، ببركات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين، بقيمة حب أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم.
اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم أرزقنا اتباعهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، زيارتهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن